كانت هنالك تقارير غربية في السابق تتحدث عن مساعدة الصين لإيران في عدد من المواد في المحركات وغيرها لعدد من الشركات، وسموا هذه الشركات في الداخل الصيني أنها تساعد بشكل أو بآخر إيران في تزويدها بهذه التفاصيل لصناعة الطائرات المسيرة. هل نحن مقبلون على مرحلة من العقوبات الشديدة بعد كشف هذه المعلومات؟ ستطال مثلا الصين وتطال كذلك إيران؟ هناك تقارير تشير بأن البيت الأبيض يدرس إمكانيات وضع عقوبات قاسية إضافية على إيران. أولا، التكنولوجي تبع الطائرات المسيرة يعني وصلت إلى إيران عن طريق الطائرة التي في عهد أوباما كما تذكر، طائرة مسيرة وصلت إلى إيران، كان بإمكان البنتاغون وكانوا قد طلبوا من الرئيس أوباما آنذاك بضرب الطائرة قبل أن تصل إلى إيران، إلا أن الرئيس أوباما آنذاك وكان نائبه جو بايدن، الرئيس أوباما آنذاك قرر ترك هذه الطائرة تحط في مطار في أحد الأماكن الإيرانية، لأن إيران استطاعت تغيير اتجاه هذه الطائرة المسيرة إلى أراضيها. على الرغم من أن القدرات الأمريكية البنتاغون كان بإمكانه أن يدمرها، إلا أن الرئيس الأمريكي آنذاك رفض ذلك. فإذا التكنولوجيا وصلت إلى إيران منذ تلك الفترة، وكذلك ساعدتها روسيا من ناحية ومساعدة الصين. التقارب الذي حصل مؤخرا بين إيران والصين بواسطة الاتفاقية التي وقعت ليس من بعيد، من زمن بعيد، هذه الاتفاقية تسمح للصين بمساعدة إيران من الناحية التكنولوجية، ولا شك بأن الصين ساعدت إيران كثيرا في صنع هذه الصواريخ. اليوم إيران لديها صواريخ بإمكانها أن تصل إلى 3000 كيلومتر، يعني بإمكانها ضرب أماكن بحدود طرابلس في ليبيا، بحدود قريبة من إيطاليا مثلا، يعني إذا أعطيت مهلة سنة ربما تصل إلى فرنسا هذه الصواريخ. إذن هناك تكنولوجيا كبيرة تستعملها إيران لتطوير هذه الصواريخ، ولا شك بأن الصين تساعد على في تقديم هذه التكنولوجيا.